تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة بتهمة السرقة المقترنة بضرح الليل وتخريب ممتلكات عمومية. تعود حيثيات القضية إلى قيام أفراد فصيلة الأمن والتدخل بدوري عبر إقليم الاختصاص بالتحديد عبر الطريق سيار شرق غرب، أين لفت انتباههم سيارة متوقفة بجانب الطريق على متنها شخص واحد. بعد تفتيشية وتفتيش المركبة تفتيش دقيقا، تم العثور بصندوق السيارة على 202 ممهل على شكل دبابيس خاصة بطريق سيار شرق غرب.